السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده أوضح تطبيق بسيط على الناف بار. عايز أعمل مثلا الناف بار يجي في نص الشاشة هنا كده، وفي 4 لينكات وأظبطهم بالسي اس اس. تمام جدا. أول حاجة هعمل الديف بتاعي جواه الان اوردر ليست واللينكات بتاعتي. ليه مثلا اتش ريف أنا مش عايز يفتح حاجة فبعملها هاش، وأول واحد أسميه الهوم وعايز 4، تاني واحد اسمه الاباوت، تالت حاجة اسمها البلوج بتاعي مثلا يعني، رابع حاجة الكونتاكت، واشوف انا عملت ايه. تمام. بعد كده اظبط كل حاجة اللي انا عايز اعملها بالسي اس اس. اول حاجة همسك الديف عشان عايز اجيبه في النص، هديله ويدث مثلا 600 بكسل والهاي مثلا 70 بكسل، والباك جراوند اللي هي شبيهة بالاسود، وعشان اجيبه في النص هديله مارجن اوتو. تمام جدا. انا عايز مش عايز المسافة اللي فوق البيضة دي، فهو معروف ان البادي معمول له مارجن 8 بكسل، ده الديفولت بتاعه. فانا هعمل ريسايز واقول المارجن بتاع البادي صفر، واديله مثلا باك جراوند كده كلر لونها مثلا تمام. حلوة. عايز بقى اظبط اللينكات واليو ال. اول حاجة اليو ال هقول له ليست ستايل نان عشان يشيل لي الليست اللي هنا. تمام. بعد كده هقول له مثلا مارجن ليفت 40 بكسل، كان يجي يمشي شوية شمال. تمام جدا. همسك ال اي هقولها عشان اجيبهم كلهم في صف واحد ديسبلاي ان لاين بلوك او فلوت ليفت عادي، وبادنج مثلا 25 بكسل، ومارجن ليفت مثلا 15 بكسل. حلو قوي. وبعد كده اقول لها باك جراوند كلر عشان لما اجي اعمل هافر عليها اف 50 مثلا اللي هو اللون البرتقالي بتاعي. تمام. هظبط الحته دي عشان يكون مال الهاي بالظبط. هقلل مثلا الهاي ده خليه مثلا 68. حلو قوي. هاجي بقى اظبط الاي. اول حاجه مش عايز يكون تحتيها خط، ف بيكوست كوريشن نان ده المسؤول يشيل لي الخط اللي تحت اللينكات، وخلي لونها طبعا يكون باللون الابيض. تمام. حلو قوي. عايز بقى اكبر الخط شويه، ممكن اقول فونت سايز 18 بكسل، واقلل طبعا ليه المرجع هو طبعا الخط زاد، فقلل البادنج بتاعي مثلا 23 او 24، خليها 23 مفيش مشكلة. تمام. عايز بقى لما اجي اعمل هافر على ال اي يخلي لي الباك جراوند لونها مثلا يبقى ابيض، والكلر والـ A يكون لونه اسود. هعمل ازاي كده؟ ببساطة جدا. أول حاجة الـ LI لما يتعمل عليها هافر يخلي لي الباك جراوند كلر اللي هو الأسود مثلا، أو قصدي الأبيض بتاعي. تمام. وبعد كده عايز لما أعمل هافر على الـ LI الـ A يحصل لها الكلر بتاعها يبقى اسود. فانا دي معناها كده هعمل هافر على ال اي، الاي يحصل لها كذا. تعال نشوف اهو. تمام. عايز بقى لما اجي اعمل خلي طبعا الماوس يبقى كارزر بوينتر شكلها افضل. تمام. عايز بقى التاثير يبقى لونه خفيف شويه، او قصدي التاثير يكون بنعومه شويه. نخلي الباك جراوند هنا مثلا خليها 67. تمام. عايز التأثير لما اجيب الماوس يكون بنوع شويه، فاجي على ال اي اديها ترانزيشن، وما انساش طبعا ال
الويب كيت والموزيلا والاوبرا. انا هطبق بس على الويب كيت اللي هو جوجل كروم، هطبق على ايز ان اوت، تمام. قول لي على كل الباك جراوند كلر والحاجات اللي انت كاتبها، ويقعد مثلا الديوريشن بتاعته في خلال فترة خمس نص ثانية، ويعمل انيميشن اول ما اجيب ماوس عليه يكون ناعم، ولو ما تشيله برضو يكون نفس التأثير. دي معناها ايز ان اوت اهو، تمام جدا. بس لسه الايه بيعمل بسرعة، فانا نفس الكلام اخد الترانزيشن عند الايه هنا كده، تمام. واشوف تمام جدا. ممكن بقى ازود كده مثلا بعض اللمسات، اعمل مثلا بوردر راديوس للديف بتاعي، اقول له مثلا بوردر رايت او بوردر اللي هو بوتوم ليفت راديوس مثلا 5 بكسل، اللي هو بوتوم وليفت، يعني بوتوم وليفت هنا كده. هي اعمل شويه، ممكن ازود عشان تبقى واضحه 15 بكسل، تمام. واعمل نفس الكلام من على اليمين، هاخد دي كده واخليها بوردر بوتوم بس رايت، نفس الكلام 15 بكسل، تمام جدا. ممكن مثلا نزود هنا مثلا بعض التأثيرات، تخلي ايه مثلا اول ما يجي عليه اعمل له بوردر راديوس، ممكن تخليه مثلا بوكس شادو، تخلي الكلام ده يتحرك بوكس شادو. بعض التأثيرات اللي انت عايزها دي مجرد فكره بسيطه على الناف سيمبل ناف بار، بتعمل بالطريقه دي. ممكن انت بقى تزود او تضيف بعض الاضافات براحتك بقى، مجرد فكره بسيطه. اتمنى يكون الدرس واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.